والموضوع طبعا شويه مبهر وبنفس الوقت مضحك وبنفس الوقت غريب. ما متوقع في اليوم اسوي فيديو واقول ايفون رخيص او راح يرخص. اما عن نظام هواوي الجديد وصل وتحديث iOS 13.5 راح يحل هواي مشاكل متعلقه بالاستخدام في فتره الوباء. خليكم وياي وجايكم بالتفاصيل. خلونا ناخذ اول جرعه ثقيله من الاخبار واللي هو نظام هواوي الجديد. كلنا نعرف ان هواوي قاعد تشتغل على نظام تشغيل جديد اسمه هارموني، لكن المستجدات الان الشركة بدأت تشتغل على النسخة الثانية الإصدار الثاني من النظام وهو هارموني 2.0. هذا النظام راح يتوفر أولاً على اللابتوبات، وفي حال واجهت هواوي أي مشكلة مع جوجل راح تستبدل نظام الأندرويد بنظام هارموني. وأكو أخبار تناقلت على تعاون المطورين بمختلف المدن الصينية على إنجاز النظام بقوة وشكل مستمر، وعلى أساس أنه يجهزون النظام بنهاية 2020، واحتمال نشوف أول جهاز كمبيوتر بنظام هواوي بنهاية 2020 أو بداية 2021. هذا اللابتوب راح ينطلق بالصين بالبداية، ولما نقول بالصين أعتقد شوية أسهل إلهم في حال واجهوا أي مشاكل، كون النظام جديد وأي نظام جديد لازم تصير عليه تعديلات وتغييرات، لأنه ما ممكن تحصل على نظام مستقر من أول نزلة أو أول طرحة للسوفت وير. لكن برأيي الآن المشكلة الكبيرة والتحدي الكبير اللي يواجه هواوي هو توفير التطبيقات للنظام الجديد، لأن لما تنافس أندرويد وويندوز بصناعة التطبيقات وتوافرية المطورين راح يكون شيء جدا صعب، وأكيد ما راح تقدر تستبدلهم بسهولة. لكن هواوي دخلت المنافسة بجسارة، وأعتقد هذه خطوة جدا كبيرة من هواوي. خلينا نشوف شو راح يصير. أنتوا شنو رأيكم؟ كتبونا جواب التعليقات، راح تنجح هواوي ولا لا. اما الخبر الثاني فابل قاعد تستعد لاطلاق نظام iOS 13.5، وابرز مميزاته اللي لها اثر كبير على الوضع الحالي اللي يعيشه العالم حاليا وهو المرض المنتشر. طبعا اسف ما اقدر اذكر اسمه لانه يوتيوب راح يخلي قيود على هذه الفيديوهات اللي تذكر بها كلمات تخص المرض. لكن اهم ميزه في هذا التحديث هي ميزه تتبع المختلطين بالناس اللي حاملين المرض. هذه التقنيه تمت بالتعاون بين شركتين اللي هي شركه جوجل وشركه ابل، والشركتين راح تستخدم تقنيه البلوتوث وتحديد المواقع لتشخيص اماكن المصابين وتحذيرهم من الاماكن اللي بيها اصابات عاليه، ومن ثم تجمع هذه البيانات وترسل كل هذه البيانات إلى وزارات الصحة في كل دولة. أما أنت كمستخدم شنو راح يسمحوا لك؟ فراح يسمحوا لك بإمكانية إغلاق هذه الخاصية شوكت ما تريد، والضمان الأخير اللي راح توفره الشركتين لك أنه ما راح يستخدمون بياناتك في الإعلانات أبداً أبداً. الميزة الثانية اللي يجي بها النظام هو خاصية فتح القفل بسرعة، لأن أغلب الناس حالياً لابسين كمامات، فالجهاز راح يواجه صعوبة بالتعرف على الوجوه، والخاصية هذه راح تكتشف انك لابس كمامة، بالتالي يظهر لك الارقام بصورة اسرع وتقدر تفتح الايفون مباشرة بالارقام فقط، لان الجهاز يعني مع الاسف ما راح يقدر يتعرف عليك بسبب ارتداء الكمامة. بالرغم من تمكن بعض الاجهزة من فتح القفل باستخدام بصمة العين مثل اجهزة اوبو، لكن شركة ابل لحد الآن ما موفر هذا الشيء. أما الخبر رقم 3 ويانا فهو عن إعلان النتائج المالية للشركات بالربع الأول من السنة. أبل وسامسونج وإل جي أعلنوا عن النتائج المالية للربع الأول، والصراحة النتائج كانت شوية مبهرة خصوصا بظل هذه الأزمة. بسبب الملفت للنظر أنه شركة أبل أعلنت عن ارتفاع الأرباح بنسبة 1%، ويقال أنه أبل فرحانة بهذه النتائج لأن أبل مثل ما تعرفون سدت كل فروعها بالعالم وانخفضت مبيعات أجهزة آيفون، لكن بالرغم من هذا حققت ربح، فأي ربح يعتبر نتيجة جيدة مهما كانت أحسن من الخسارة. والشيء الثاني اللي خلى أبل مرتاحين هو ازدهار خدماتها الأخرى مثل الأفلام والموسيقى والألعاب والتيفي. طبعا هذه الخدمات حققت أعلى دخل بتاريخ الشركة وهو 13 مليار دولار، تخيل، فقط من عناصر الترفيه، لأن أكيد معظم الناس قاعدين بالبيوت. والشيء الثاني اللي ساعدها أنه الساعة والإيربود كسرت المبيعات بالسوق بالرغم من غلق متاجرها، لكن ارتفاع الطلب على الأكسسوارز عن طريق الأونلاين
كان عامل إيجابي جدا لرفع أرباح الشركة في ظل انتشار الوباء. أما المسكينة سامسونج أعلنت عن النتائج المالية للربع الأول من السنة. الشركة باعت هواتف حالها حال أي شركات الأخرى لكن بنسبة قليلة، وهذا شيء أكيد بسبب الوباء. مع ذلك أرباحها همين زادت بمكان معين وانخفضت بمكان معين. بس الناس هنا راح تسأل شلون زادت الأرباح بالرغم أنه ماكو مبيعات، من قاعد تجي الفلوس؟ السبب هو لأنه سامسونج قللت الإنفاق على التسويق والإعلانات. وأحد العوامل المهمة خلونا لا ننسى يا جماعة الخير أنه سامسونج هي شركة عملاقة تنتج تكنولوجيات ضخمة ومتنوعة. والشيء الرئيسي اللي خلى سام تربح مو الشاشات، لا، القطاع هو الذواكر التخزينية والعشوائية. وهذا الوباء كان ذو منفعة نوعا ما لسامسونج لأن هواية من الناس بدأت تستخدم البي سي واللابتوب حتى تنجز عملها عن بعد أو الحاجة الترفيه. وهذه الكمبيوترات أكيد راح تحتاج دواكر مرتبة بساعات مختلفة، فكان ربح سامسونج من بيع هذه الأشياء. أما عن مبيعات الشاشات الصغيرة مثل شاشات الهواتف والتابلت فمبيعاتها انخفضت بشكل كبير، لكن للأسف هنا مبيعات الشاشات الكبيرة هذا القطاع مو بس عانى من انخفاض وإنما حقق خسائر مادية كبيرة، والدخل العام للشركة انخفض بنسبة 7.6%. الشركة طبعا جدا متأثرة بالوباء، بحيث التقرير شركة سامسونج تعذروا كذا مرة وذكروا اسم الوباء أكثر من 20 مرة بالتقرير، وتعذروا بجدا وقالوا يا جماعة عذرونا الأمر مو بيدنا وإنما بسبب الوباء. أما نيجي المنافسة الثالثة هي شركة LG اللي تعتبر منافسة سامسونج اللي تشتغل بنفس القطاعات تقريبا، ما تقدر تنافسها في قطاع الهواتف يعني هذا متأكدين من عنده. الشركة حققت نمو بنسبة 2.5% كأرباح بدخل الشركة بالكامل بالرغم من ظروف الوباء ومرورها بأزمة حالة حال أي شركات الأخرى. قدرت LG تحقق تقدم باتجاه أرباحها، وأهم عوامل القوة لشركة LG بهذه الفترة خصوصا هو زيادة مبيعات الشاشات الذكية والأجهزة الترفيهية للبيت. يعني الشركة حققت ربح ممتاز وما تكسرت مثل المسكينة سامسونج. أما قسم الهواتف بشركة LG فهذا القطاع أصلا يعاني من خسائر مالية من زمان، يعني حتى قبل الوباء وصلت كمية الخسائر في هذا القسم إلى 200 مليون دولار، وانخفاض مبيعات الهواتف وصل إلى 34%. أما بالنسبة للخبر الرابع فهو عن شركة أبل. الشركة هذه السنة مخجلتنا ومداريتنا بهواي أمور. آيفون 12 ممكن ينطرح ب 12 سبتمبر، او اكو احتماليات انه هذا التاريخ ممكن يندفع ويتغير حسب الظروف الحاليه. بس احنا خلينا نحكي على شهر التاسع. ابل راح تطلق 4 ايفونات هذه السنه بتصميم جديد ونوتش اصغر وبدعم ال 5G. اما شنو اصدارات هذه الاجهزه فهي مثل اصدارات الايفون 3 السابقه اللي هو الايفون 11 والايفون 11 برو والايفون 11 برو ماكس. يعني ايفون 12 راح يجي بايفون 12، ايفون 12 برو، ايفون 12 برو ماكس. لكن الفرق هذه السنه راح يكون اكو اصدار رابع، وهذا الاصدار اتوقع ممكن يكون ايفون 12 ماكس او ايفون 12 ماكس بلس. هذا راح يخليهم يقدمون احجام مختلفه باسعار قليله، ويمكن شركة أبل تحاول تغير نظرية الأسعار شوية وتداري المستخدم، وهذا شيء إيجابي بالنسبة لنا. وهذه الأسعار قدامكم، فراح تبدي بآيفون 12 ب 649 دولار، أو آيفون 12 ماكس ب 749 دولار، أو آيفون 12 برو ب 999 دولار، أو آيفون 12 برو ماكس ب 1099 دولار. طبعا هذا اقل سعر الايفون من سنوات، لان عاده اسعار الايفون الجديد تبدي من 800 دولار فما فوق اللي متعودين عليه احنا. طبعا خلينا نقول احنا من المبكر الكلام عن هذه الاسعار، لكن هذه هي التوقعات وهذه هي التكهنات بشان الاسعار والاصدارات. سؤالي لكم، هل راح ابل تخفض اسعار اجهزتها الجديده او لا؟ طبعا والله راح يكون شوي غريب اذا بدت ابل
تنزل بالأسعار وباقي المنافسين يرفعون أسعارهم بالسوق. الأمور غير واضحة، ما أدري شنو سالفة أبل بحيث تنزل جهاز ب $400 وبعدها تطرح جهاز يبدأ بسعر مقارب إليه لكن بفئة عليا. السوق ما راح يكون متوقع، خلينا نشوف شو راح يصير. لا تنسون الاشتراك بالقناة المزيد من الأخبار والمراجعات التقنية. كان وياكم سامر أحمد، سلام.